الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اليوم 23 من شهر بعون المبارك احسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب. يا ابائي واخواتي، في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء تنيح القديس ابانوب المعترف. كان ناسكا فاضلا في احدى بلاد الصعيد، ولما سمع عنه اريانوس الوالي استحضره وعرض عليه عبادة الاوثان. فاجابه القديس قائلا: كيف اترك عبادة سيدي يسوع المسيح واعبد الاصنام صنعة ايدي الناس؟ فعذبه الوالي كثيرا، ثم نفاه الى الخمس مدن الغربية حيث ظل محبوسا 7 سنين. ولما ملك قسطنطين امر بالافراج عن المحبوسين من اجل الايمان، فخرج هذا القديس وجاء الى مكان تعبده واكمل سعيه الصالح ثم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما ابديا امين.